الحاجات الرقمية والإعلام والحاجات دهيت يعني على الشباب بقى انهم لازم يعني يفكروا يبحثوا عن طريق أيوة اخر. لازم يفكروا لازم يفكروا. هتشوفي انت كل سنة جديدة مع التعليم الجديد، التعليم الجديد اللي هو الفكر والإبداع والابتكار، وليس إدخال المعلومات، محل المعلومات، المبادرة بتاعت الإنسان إن هو يفكر، التفكير. عاوزين الشاب الطفل يفكر. هنا هنقدر نوصل. الأب والأم عاوزين ينجح بس. للحوار بقية، فاصل قصير نعود بعده لنستكمل حوارنا. أستاذ دكتور أحمد عكاشة متحدثا عن أحوال الشخصية المصرية. نتحدث اليوم الخميس 23/9/2021 على القناة الأولى للتلفزيون المصري. تم استضافة العالم الكبير أستاذ دكتور أحمد عكاشة. يقول دكتور أحمد عكاشة في كتابه ثقب في الضمير: ما أنا إلا أحد الشهود على ما نحن فيه، وهناك من سجلوا شهاداتهم قبلي، وآخرون مشغولون ربما الآن أو بعد قليل بإعداد شهاداتهم، ولكنني وهؤلاء لا ننهض بهذا العبء من قبيل إبراء الذمة، فليس منا من يستطيع ادعاء تبرئة نفسه من أحوالنا. نحن جميعا شهود ومتهمون في آن واحد، وفضل الشهادة أنها تنبه وتحذر وتقترح للحل، كل بقدر اجتهاده وأمانته. يقول دكتور أحمد عكاشة: وقد سلكت سبيل الاجتهاد من سنوات بعيدة، متوخيا الأمانة في كل ما صدر عني، وكان يقيني وما زال أن العلم هو ما ينفع الناس. فنحن نعيش في مجتمع مفعم بالهموم تواطأت على صنع ظروف وصروف أجل، فكل مجتمع له همومه، ولكن همومنا مختلفة، فهي مصرية خالصة. يشاركنا مجتمعات بعيدة في مشكلة إدمان المخدرات، لكننا ننفرد بفوضى من نوع خاص. يا سادة، معاناتنا جماعية، إلا أن الحلول دائما تأتي منفردة. يجب أن تتكاتف جهود الوزارات المختلفة والجهات المتعددة لإيجاد الحل والتصدي لمشكلاتنا. وفي كتابه ثقوب في الضمير يقول دكتور أحمد عكاشة: كلنا يشكو ولنا جميعا الحق في شكوانا، وإذا كنا نحس أسفا على ما آلت عليه أوضاعنا الأخلاقية وما آلت إليه قيمنا مما يمس الضمير العام، إلا أننا جميعا خلال التعبير عن هذا الأسف ننسى أن ما نشكو منه في واقع الأمر نتاج لما حدث على مر السنين، بمعنى أن ما يشكو منه البعض هو طرف فيه أو شاهد عليه. قد يتجاهل أصحابه تماما أن لهم بالمثل ممارسات يمكن أن تكون مثار شكوى آخرين، ومن هنا يصبح على المجتمع كله أن يتفق على الإصلاح وتدارك الأخطاء وإيقاظ الضمير العام. نعم، إن إيقاظ الضمير العام مسؤولية جماعية تضامنية، وبدون ذلك لا أظن أن الضمير العام سيسلم من اتساع الثقوب. أستاذ دكتور أحمد عكاشة،
الانتماء يكون أولا للهوية المصرية وهو مسألة أمن قومي. المصريون ليس مكتئبين، لكن يكون هناك أحيانا ضعف في الروح المعنوية. هذه كلمات أحمد عكاش. أخطر ما يقلقني على مواقع السوشيال ميديا، أثبت التاريخ أن الإنسان المصري يمتلك بوصلة الضمير العام، ويقول التطرف هو تكوين مسارات عصبية في المخ. من خصائص المتطرف التمركز حول الذات والجماعة بدل التمركز حول فكرة. الضعفاء والمفقودون فقط. إدمان الإنترنت يؤدي إلى أمراض نفسية وفشل دراسي وإنهاء العلاقات الاجتماعية. السعادة غير موجودة طوال الوقت، فالله خلقنا في كبد ومشقة. مريض الاكتئاب المنتحر ليس بكافر، فهو فاقد الأهلية وغير مدرك لأفعاله. 30% من سلامة الصحة النفسية تعتمد على مدى شعورك بالحرية. فكرة السعادة، كيف يحقق الإنسان السعادة؟ هو حاجة بسيطة جدا. مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق. فالقيم والأخلاق ده هي أكثر حاجة بتسعد الإنسان. بحيث إن واحد زي أرسطو أما قال لك إن السعادة هي الالتزام بالفضيلة. يعني أي واحد بلغ القوة والسيطرة بواسطة الرذيلة أو القوة أو المال، تأكدي هو عنده قوة ومال وسلطة لكن مش سعيد. وأبحاث كتيرة جدا عن هذا الموضوع، أما خدوا ناس في قبائل أفريقيا فيهم مجاعة وحروب وجوع وكل شيء، شافوا السعادة بتاعتهم مع السويد والنرويج وامريكا، وجدوا ان زي بعضهم، ووجدوا ان اساسها الترابط مش الاسري، انك تكوني في وسط مجموعه بتحبك. الصداقه يعني. جميل. ايوه. اللي هي بنسميها راس المال الاجتماعي اللي انا قلت لك عليها، الثقه والمحبه. قال ايه بقى الفضيله؟ قال لك الفضيله دي عباره عن العدل، اهم العدل الرحمه، المحبه، التواضع، الكرم، عدم إيثار الذات الآخر يعني. وانت عندك حتى الأخلاق العلمية بنسميها ثلاث حاجات: المصداقية والتعاون وتجاوز الذات. ولحضرتك كتاب كامل عن فكرة كيف نحقق السعادة يعني. مظبوط. فإذا السعادة مش تعتمد، يعني في فرق بين السعادة واللذة. السعادة عملية عقلية معدية، يعني إذا ابتسمتي لنفسك في المراية هتبقى مبسوطة طول اليوم. إذا قعدتي مكشرة هتبص تلاقي إن أنت غضبانة على نفسك وغضبانة على الناس وغير راضية. اللذة مش عملية عقلية، عملية جسدية. أيوة. تنتهي بانتهاء مفعول المادة، سواء لذة إدمان، لذة جنس، لذة أي حاجة تانية مختلفة خالص. حتى الموصلات الكيميائية المخية اللي هي بتعمل سعادة غير اللي بتعمل لذة. طيب كيف أقنع نفسي بوجود السعادة وقد أكون بأعاني من شيء ما؟ أبدا، ده في ناس الرضا الذاتي ده يعني من أهم ما يمكن. يعني أنت سألتيني دلوقتي على الصحة النفسية. أيوة. الصحة النفسية هي القدرة على تحمل المحن بالصمود. يعني في واحد لما بيجيله مصيبة بيقع يقول لك خلاص أنا انتهيت، وفي واحد يروح واقف تاني، لدرجة إن في مثل يقول لك النجاح هو الصمود للفشل. يعني أديسون لما صنع الكهرباء عمل 100 تجربة قبل ما ينجح، فزي ما بطلش وقال خلاص. ده صحة نفسية. الصحة الحاجة التانية في الصحة النفسية اللي هي التعاون مع الآخر. لازم انك تبقى عندك القدرة. وبعدين حب والمتعة الشديدة جدا من العمل.
وبعدين انا قلت لك المصداقيه الاوليه المسؤوليه الانضباط وفي نفس الوقت الاصرار يعني المثابره. طيب المحيط اللي بيعيش فيه الانسان حتى وانا هقول لك بس تاني حاجه التعاون، تالت حاجه تجاوز الذات، مش انا كل حاجه الاخر. اي مؤسسه عسكريه عندها التلات حاجات دول. اي مؤسسه عسكريه عايش في الصحراء عايش في الحرب بيموت، ما بيقولهمش زودوا ميتي، فاهم ازاي؟ وفي نفس الوقت ما يقدرش يحارب ما يقدرش يدافع عن الوطن لوحده. التعاون بيتعلموا كده. تالت حاجه بقى الانضباط طبعا، وانت شايفه المؤسسات كلها لما بيمسكوا حد من القوات المسلحه بيبقى فيها انضباط واصرار ومواعيد مظبوطه وكل شيء، وبتتحقق الامنيات الكتيره قوي الموجوده. طيب دكتور برضو انا هسال حضرتك عن اشياء وردت في كتبك على سبيل المثال، في اشياء حضرتك كتبتها في الكتب اللي قمت بتالفها، على سبيل المثال انه المحيط اللي بيعيش فيه الانسان كلما اتسع كلما كان اكثر سعاده، كلما كان قادرا على الابتكار اكثر. لا، القدرة على الابتكار والإبداع ده بيبدأ من الطفولة، ما بيبدأش من كبيرة. ولكن أحد المؤسسات الرئيسية الآخر عشان سعادة الإنسان، سواء الآخر في العطاء سواء الآخر في المقابلة، بغض النظر يعرف حاجة ولا ما يعرفش، وعشان كده قاعدين في الهاوي. لكن إذا كان بيشتغل شغلانة يفهمها ويوجدها، ربنا بيدي لكل واحد انه يقدر ياكل ويشرب مهما كان ذكائه، ملهاش علاقه. هسال حضرتك على الاخ العزيز الكبير دكتور ثروت عكاشة، وطبعا نحن نعلم قد ايه هو يعني اضاف للواقع الثقافي المصري والفني اشياء كثيره جدا جدا الحقيقه، يعني كبيره على الحصر حتى. يعني فهمت منه ايه في موضوع الثقافه، المسرح، السينما، وتاثيرها ايه على الانسان؟ هو كان بيفهم الفن كليه لدرجه ان الكتب بتاعته ال 34 كتاب كان اسمها العين تسمع. ايوه. والاذن ترى. بالظبط. تقول له ازاي؟ يقول لك انت ما تقدرش تتذوق فن، انت لازم لما تسمع موسيقى تتذوقها وتحسها. أستاذ دكتور ثروت عكاشة شقيق أستاذ دكتور أحمد عكاشة، كل الحاجات دي أدخلها، فهو كانت نظرته بهذا الشكل. ولذلك هو بالرغم من كان فيه رقابة وفيه نوع من انواع الضغط شويه في عهد عبد الناصر، ولكن هو اشترط عليه لانه قال له انا مش عاوز ارجع، انا خدت الدكتوراه من باريس وانا هناك في ابن قتيبه، وانا مبسوط كسفير في ايطاليا وبشوف الفن وعايش حياتي، انا مش عاوز ابقى وزير. فقالوا لا، لازم تفكر، لانه هو اعلن انه هو وزير من غير ما يعرف، كان سفير في ايطاليا. نزل له وقال له فكل كلمة، قال له أنا عاوز أغير وجدان المصري، قال له تسيبني أشتغل ولا تتدخل. ولكن هو ده ما أي انتماء سياسي ماليش دعوة بيه. وده سؤالي الحقيقة يا دكتور عن تأثير تلك الثقافات المختلفة والفنون على المصريين. منظوره كان أنا هعمل فرقة موسيقى عربية، هعمل فرقة موسيقى كلاسيكية، هعمل مسارح مترجمة أجنبية، هعمل مسارح لكذا، كان بيبعتهم لقصور الثقافة. أيوة. لأن هو كانت الوصية بتاعت الرئيس عبد الناصر ليه، أنا عاوز ممكن ما يقراش وما يكتبش، لكن يتذوق حاجة، لأن اللي يتذوق الفن لا يمكن يبقى إنسان وحش. وزي ما بقول لك ليه الجماعة الإرهابيين. أيوة. والإسلاميين والحقيقة ده سؤالي اللي كنت عايز أوصل له فعلا، يعني فكرة التطرف عمرهم ما بيفكروا. أول حاجة يقول لك ما تسمعوش مزيك، أول حاجة بتوع لما انتصروا بتوع أفغانستان
قالك ممنوع الموسيقى وحطموا الآلات الموسيقية اللي موجودة حتى في البلد يعني. ده لا يمكن، لا يمكن واحد يحب الفن يبقى إرهابي. صحيح. أستاذ دكتور أحمد عكاشة متحدثا عن الشخصية المصرية ومتحدثا عن شقيقه ثروت عكاشة، نشكركم ونشكر حسن المتابعة.